ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ أب عندما دخل غرفة ابنتيه بقيامهما بالحديث بالمباشر عبر تطبيق الإنستغرام مع المغني المغربي الشهير بأمينوكس، وضبط الأب بناته حينما اقتحم غرفتهما على غفلة منهما، حيث كان يضحكان بصوت مرتفع ليتفاجأ بوجوده، حيث قام بإغلاق الهاتف على الفور. ولم يقتنع الأب بتبريرات ابنتيه على أساس أنه من كان يتحدثان إليه شخصية مشهورة في عالم الفن والغناء ليقوم بإطلاق الشتائم في حقهما. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.